والآن ننتقل إلى مراسلنا عبد الله مقداد، هو معنا من أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. عبد الله، قربنا من المشهد، لديك حصيلة الشهداء مع احتدام المعارك في الوسط وتواصل القصف المدفعي كما قال للتو إسلام. مرحبا. حتى هذه اللحظة لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها العسكرية الإسرائيلية في منطقة النصيرات وسط القطاع. العملية تتركز في المنطقة الشمالية من المخيم، أي في منطقتي المغرقة والزهراء. الآليات العسكرية الإسرائيلية قبل قليل شرعت بعملية إطلاق نار باتجاه منازل المواطنين والتي تتواجد بالقرب من المدرسة الماليزية في شمال مخيم النصيرات وسط القطاع. هذه المنطقة شهدت يوم أمس عملية تجريف واسعة من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية وكذلك من قبل الدبابات التي عاثت خرابا ودمارا في تلك المنطقة، وهي بالمناسبة قريبة أيضا من محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة والتي شهد محيطها عمليات عسكرية واسعة وعمليات قصف للأراضي الزراعية هناك، إضافة إلى تدمير أحد الملاعب الرياضية التابعة لبلدية النصيرات والتي تعد من المعالم الرياضية الكبيرة والتي أضيفت أيضا في هذه العملية عملية التدمير في خسائرها إلى سلسلة الخسائر التي مني بها القطاع الرياضي في خلال هذه الحرب. أيضا نادين، حتى الآن لا زالت الآليات العسكرية الإسرائيلية كما ذكرنا تواصل عملية إطلاق النار واستهداف هذه المناطق. سجلت أيضا في مدينة دير البلح وسط القطاع غارة على منزل سكني في منطقة أبو هداف ومنطقة حكر الجامع، ولم تسقط إصابات جراء هذه الغارات. كذلك الحال في مخيم النصيرات، غارت طائرات الاحتلال الحربية على أحد المنازل في جنوب مخيم النصيرات وسط القطاع ولم تسجل إصابات أو شهداء جراء هاتين الغارتين. نحن نتحدث أيضا إنسانيا عن واقع إنساني صعب خاصة على صعيد المشافي. في وسط القطاع يتواجد اليوم أو يعمل الآن مشفيان في القطاع، وهما مستشفى العودة ومستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع. هذه المشافي بالكاد تستطيع تقديم الخدمة بشكل اعتيادي وذلك في إطار الصعوبات التي لا زالت تواجه القطاع الطبي بشكل أساس، سواء على صعيد نقص المستلزمات الطبية أو الموارد الطبية وكذلك الحال على صعيد الإمكانيات المتاحة والسعة السريرية لهذه المشافي في ظل ارتفاع عدد الجرحى بشكل كبير على مدار الساعة. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والمعطيات من أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، مراسلنا عبد الله مقداد.